أنا سؤالي بس للإخوان اليمنيين، والله العظيم أي شخص يرى في هذه الشخصيات قيادات لها؟ الآن تخيل لو في معارض سعودي جالس يحط صور تميم، تخيل لو أنا كعمر عبد العزيز أقول أني أنا معارض سعودي وطول الوقت أحط صورة أمير قطر، أحطها خلفية، خلفية مش أنزلها، أحطها صورة الشخصية، أو أطلع في بث حاط بروش علم قطر أو صورة الأمير الوالد، إيش بيقول الناس؟ إيش الانبطاح الذي وصلت إليه؟ إيش الذل والهوان والخزي الذي وصل له قيادات الجنوبيين هؤلاء؟ واحد حط واحد صار يلبس الثوب الإماراتي، لا يعني يعني شوية يقول لك إيش ما يقول، أنا اسمي طحنون الزبيدي من عدن. من ليش ما أمشي مشيتك وخليك بلهجتك وخليك بطريقتك؟ لكن هذا شيء جيد، الله سبحانه وتعالى كشف هذه الأسماء وهذه الشخصيات حينما وصلت إلى المناصب، كان الناس ينظروا لبعضهم بنظرة احترام ونظرة تقدير ونظرة هيبة وكذا وكذا، كل هذا يوم ورا يوم يتآكل. ودائما هنا رسالة إلى كل الأشخاص، خرج الناس الجنوبيين اليوم طبعا كهرباء، تخيل عندهم السعودية والإمارات وحكومة يعني على قولهم